يحرمونه من جوار جده. روحي لك الفداء يا أبا عبد الله. وإذا به يذهب إلى قبر جده المصطفى: أنا الحسين فرخك وابن فرختك، وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله، فلقد طردوني ومن جوارك منعوني. يأمره المصطفى بالخروج من مدينته، يكون خارجا منها لكي يصل إلى أرض مصرعه. يرجع إمامك الإمام الحسين إلى الدار، وين يلتفت؟ يلتفت إلى أخيه العباس: يا أبا الفاضل، لبيك يا أبا عبد الله. قال له: أخوي أبو فاضل، بني هاشم ما يقدرون يتحركون وما يقبلون يتحركون إلا إذا الراية الروحانية تحركت. يا موالي، شنو الراية الروحانية يا الفهيد؟ انت تقول راية روحانية؟ نعم، الراية الروحانية مالت اهل البيت هي الحوراء زينب. اذا تتحرك هالراية يتحركون وراها. ابو فاضل، ابيك تروح حق زينب وتقول لها: يلا تجهزي يا زينب، لان بني هاشم رجال نساء صغار كبار ما يطلعون الا اذا شافوك بتطلعين. إذا شافوك بتطلعين يطلعون، أما إذا ما طلعت ما حد يطلع. رفع راسه وندخ: يا صاحب الباس، روح بساعة طلع أختك يا عباس، خل نضعن قبل ما تسمع الناس، وعلينا يا ابن أبويا الخلق تلتم. قصد لختايا ويلي وطب عليها، شالت راسه وشافت وليها، سلم وبوجه زينب تبسم، صاحت: يا خلب جيتك يا غباس، يا نور العين يا تاجي على الراس، يا خويا انت الدرع والسيف والطاس، واشوف انك بجيتك هاي مهتم، والله قال لها وعليها شبح عين عين عين. نريد السفر يا اختي من المدينة، أخونا أخونا أهل العراق مكاتبين، أوليهم بالسفر هاليوم عزم. قالت: يا ضوى عيوني ودلي، اي والله وياها، يا انا ياهم نطلع وياكم كيف يباري محملي وبيت لزم. ابو فاضل يا صاحب الغيره، دقيده على صدره وصاح: يا اختي اقوم بشيمتي وطلع يا بختي يا زينب، انا خيت لفديلك رقب، انا خيت لفديلك رقب من يدناك وبجف المحتة. واذا بزينب وقفت، وقف العباس، فتحت معها، ضمت العباس الى صدرها، تقول: انا بشاربك لا تقول. ها، لا تخجل، لا تخجل، انا بشاربك لا تقول. ما ادري عباس يا صيوان خدري، انا خافا بعدكم ينهتك، لا
لكن ابو فاضل انا بطلع وياك لكن لي طلب واحد يا ابو فاضل تدللي يا زينب شو تريدين قالت اريدك تسوي لي طريق وديني الى قبر امي فاطمه تروح وياها الفاطمه ولا ما تروح عندك استعداد تروح توديني القبر امي يا ابو فاضل حاضر خدمك يا زينب يجيب الحورة الى قبر امي يا فاطمة ابو فاضل خليني شوية ويا امي عندي كلام ويا امي فاطمة ترمي بنفسها على قبر امي وهي تنادي امي الشيخ بهذه الابيات الصادره منك ايش يقول زينب بعد ما حنت وألت وبكت على قبر امي يا فاطمه تقول لها جاتك يا الحنون اليوم عند الصدر ضميني يعني يمه ترى جيتك اسلم عليش لان تاني بضيع ولا حد لي يا يمه جيتك يا الحنون اليوم عند الصدر ضميني عنك رايح ويا حسين والكربلاء يودي يعني راح يودوني للحبال وللسب يا يما يا يما للسفر ناوين ويا حسين والعباس قلبي من السفر مخطوف ومني غايب الأنفاس أخاف الدنيا تغدرني وصير بولية الأرجاس قعد الساعة لتوديعي يم الحسن وادعيني يعني قومي يا يما وادعيني لأن البنت ما عندها إلا أمها وين تروح غير الأمها لك تسمع هالابيات بقلبك رحم الله والديك انت والله بقبرها تبكي الزهراء ودموع العين همالة يا زينب بالله ريد اوصيك على المظلوم واطفال متى يا يما قالت بالله عليك باريهم عن دوسة الخيال بالله عليك تباريهم عن دوسة الخيال وصية مني نفذيها وعهد ما بينك وبيني شنو الوصية يما قولي إذا شفت يا أخوك حسين رايد للحرب يطلع أريدك أنت نيابة عن الزهرة توصي زينب وصي زينب وصيها إذا شفت يا أخوك حسين رايد للحرب يطلع شو أسوي ثياب السود لبسيها ترى للخيم ما يرجع ليش ما يرجع بعد شو أسوي إذا ما كان يرجع عنده شي أسوي قالت نعم شو تسوي قالت قبلي صدره نحرى قبلي صدره نحرى ونشفي منه المدمع سلمي عليه يا زينب ومن كربلاء زوريني بعد عدد يا يما قالت مثل ما قيدة وعودت تنقادين مكتوبة تقول يعني يا زينب انت يا بنتي شفتي ابوك قيده وسحبه ترى الدواير راح تدور وانتي يقيدونك ويسحبونك بالاحبال يا زينب
مثل ما قيد وعوداش تلقى دين مكتوبة وتتفرج عليك الناس وسط الشام والكوفة وكفيلك يضل عالغبرة ومنا مقطعة جفوفة وتدوس الخيل صدر حسين ويم جسمة تشوفيني يعني يا زينب ترى يوم العشر تشوفيني يما جانا موجودة وتدوس الخيال صدر حسين ويم جسمة تشوفيني نادت زينب الزهرة ضميني لعن صدرك بعد ما اريد هالدنيا واريد اتوسد بكتراج ولا اريد ان تكوني مثل ما هدك وخدرات يا ريت عميت عيوني ولا شوف انت خبريني قالت لا لا يا زينب لازم تروحين لازم تسافرين ويا اخوك الحزين لكن يا زينب الله الله يا ام حسين يا بنتي من تجينا تشوفينا على الرمضة على الرمضة صدرة صدرة مكاسرين وجمالة جمالة قصي سارة ويمين